بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد الكاشف، مصمم تصميم داخلي، مدير قسم تصميم وتنفيذ في مكتب لوان انتيريو، وده جزء من أعمالي. وشاركت في مسابقة تصميم بوابة مدينة الأساس عام 2020، والحمد لله حصلت على المركز الأول وتم تكريمي من محافظ دمياط. المشاركة المجتمعية الفعالة والحصول على المركز الأول كأفضل تصميم للبوابة الجنوبية لمدينة دمياط للأثاث يعكس أسلوبا هندسيا متميزا برؤية فنية مختلفة. بعمل برامج تدريب للمشاركين معانا في المشروعات. هنعمل ورشة عمل عن أهمية الرسومات التنفيذية من خلال التجربة العملية، المشاركة مع دكتور جماعة لدعم العملية التعليمية وربط حديث التخرج والطلاب بسوق العمل، وانتظرونا إن شاء الله.